السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوان الكرام في الفيديو الجديد لشرح طريقة تحويل الويندوز داخل الفلاش. طريقة سهلة، نحتاج ملف الويندوز على شكل إيزو أو بصيغة الإيزو، وهذا البرنامج الذي سأضع رابط التحميل إن شاء الله أسفل الفيديو. ثم نبدأ الشرح. أولا نضغط عليه، ثم نقوم باختيار الفلاشة المرادة، هذه التي لدينا في حالتنا، نقوم باختيارها من التطبيق أو البرنامج، ومن هنا نختار قرص أو ملف الإيزو بتحميلها من الجهاز. ها هي في سطح المكتب، نضغط على فتح. كما ترون يتم النسخ قرص، ندعها كما هي، كل هذه الخيارات وهذه أيضا كلها معدلة على أحسن شكل. نضغط على إبدأ، ثم تأتينا هذه، يقول لك سيتم حذف كل الملفات، وهذا يعني شيء طبيعي. نضغط موافق طبيعة الحال، ثم يبدأ في تحويل الويندوز داخل الفلاشة. نرجع إليكم بعدما ينتهي لكي لا نطيل عليكم، فهي تستغرق وقت نوعا ما. وانظروا هنا اكتملت وصار كل شيء جاهز. يمكنكم الخروج عن طريق الضغط على إغلاق ثم رؤيتها من هنا. عندما تدخلون أو تضغطون على هذا الفلاش تجدون الملفات الخاصة بالويندوز. أتمنى أن يكون الشرح مفيد. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك بالقناة، ودمتم في رعاية الله.